فضيلة الشيخ، ما حكم هجر الوالدين إذا كان فيه مصلحة؟ لا يجوز هجر الوالدين إلا إذا كانا كافرين، إذا كانا كافرين، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو كانا فاسقين ما هم كفار لكن عندهم معصية كبيرة ونصحتهم ولم يقبلوا، وفي هجرهم فائدة إنهم يرتدعون يتركونها، فتهجرهم إذا كان في الهجر ردع لهم، أما إذا كان الهجر ما ينفع فيهم فعليك بمناصحتهم والاستمرار على برهم والإحسان إليهم. نعم.